مارك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله افادت مصادر متطابقه ان عبد الحق الخيام المدير السابق للمكتب المركزي للابحاث القضائيه وافته المنيه في الساعه الاولى من يوم الثلاثاء 23 غشت الجاري وكان الخيام قد نقل في وقت سابق في هذه السنه الى المستشفى المذكور بعد تدهور حالته الصحيه اثر اصابته بشلل النصف على مستوى عينه اليسرى ويده وشغل عبد الحق الخيام ما بين 2015 و2020 منصب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب وتدرج عبد الحقل الخيام في سلك الجهاز الأمني بعد تخرجه من المعهد الملكي للشرطة وعمل بمصالح الشرطة القضائية لعدة مناطق أمنية بالدار البيضاء إلى أن استقر به المقام بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قضى فترة مهمة من حياته المهنية